اصحى يا باروخ، باروخ اصحى، انت يا زفت يا اللي اسمك باروخ، ما تصحى. عايز اقول لك كلمتين. الصباح اللي زي الزفت ده، يا ساتر يا امي، انت ما بتناميش؟ ايه ده، البحر بيعلى وينام وانت ما بتناميش؟ كل الناس اللي على المركب كرهتك عمى، ده القبطان، القبطان نفسه المركب تغرق لاجل عيونك انت. عملوا اجتماع امبارح عايزين يرموا بني ادم للسمك ياكله عشان ربنا يحفظ الرحله، كلهم رشحوكي. عاوزه مني ايه؟ مش عايزه منك اي حاجه، تفك التكشيره اللي على وشك دي تجيب الفقر. طب قول لي صباح الخير يا ماما. يا ماما، هو انت فاكراني بنام ارتاح زي البني ادمين؟ انا بقوم من النوم كل الام، كل الام يا امي. كل الام. حاسب تعبان، تعبان. ايوه ايه اللي تعبك بس؟ بتقولي قولي وانا اريحك. فروه شعر الخشنه يا امي، كل يوم اصحى الصبح والمركب نايمه اربطها في الحديده دي وافضل اشد وعضلاتي تقفش، اشد وعضلاتي تقفش عشان افردها الفرده دي، ولا عزاني اروح لمزين وادفع لي 3 ساخ. مزين وثلاثه ساخ؟ ايه التبذير ده؟ خلاص يبقى ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. ده كتير خالص، اجيب لك منين انا 3 ساخ؟ انت على قلبك قد كده فلوس؟ لا ما فيش معايا حاجه خالص. لما المركب هتغرق هيفتشوكي يلاقوكي كذابه ومعاكي فلوس، طلعي بقى. انا غلطانه، انا غلطانه ان انا سمعت كلامك وانت مش حاططني وراك كده، وبعدين في الاخر تحط لي هدومي في قفه. خلاص مش عاجبك القفه، اديني 7 جنيه انزل اشتري لك شنطه جلد. لا انا ما ادفعش فلوس. طب 4 جنيه. ولا 4 جنيه. خلاص يبقى تسكتي خالص. اديني ساكته خالص اهو. وبعدين فين هدومك دي؟ وانت حيلتك حاجه؟ هي الجلابيه وشورت البحر والقبعه المعفنه دي يا ماما. لكن كل الالام والغربه في البحور كلها تهون عشان ارض الوطن، ارض الميعاد. هي فين ارض الميعاد دي؟ مش عارف، بس هم قالوا لي في ارض ميعاد، كل شويه ارض الميعاد، ارض الميعاد، ويدوا الناس ميعاد من غير ما يبقى في ارض، ملخبطنا. بس هنوصل لارض الميعاد. يعني انت ما تعرفش لغايه دلوقتي فين ارض الميعاد؟ لا. والمركب كده ماشيه بين حلواني. هيكلمونا الرجاله بتوعنا يا ماما في عرض البحر في نهايه الاسبوع يفهمونا كل حاجه، ما تقلقيش. بس انت طلعي شويه، فكيها، بقششي على الناس اللي في المركب عشان تدعيلك بدل ما بتدعي عليكي. يخبتك يا ام باروخ، يخبتك في ابنك الكبير، بيعك اللي قدامك واللي وراكي، بيتك وسيغتك، وفي الاخر يقول مش عارف احنا رايحين فين. لسه بتقولي بيتك؟ البيت ده احنا الاثنين شركة فيه، وانتي سرقتيني وخدت نصيبي. برضه بتجيب لي سيره الفلوس؟ قلت لك سيره الفلوس دي بتنرفزني، ما تجيبليش سيرتها. ان شاء الله هتموتي وهاخد حق ان شاء الله. لا مش هموت ومش هتاخد حق. يبقى نتفق من دلوقتي، اللي يموت الاول التاني ياخد كل الفلوس ويتمتع بيها. اوكي. وبالنسبه يا امي لموضوع الارض، انا كلمت مجموعه سماسرة، شافوا لي حتة أرض حلوة قوي بتبص على ميدان جهينة، تحفة، ممكن نصورها ونعملها أرض الميعاد، قريبة جدا من المحور، بس الناس عايزين 12 جنيه. مش هدفع. طب 10 جنيه؟ كتير. أرض الميعاد؟ لا ماليش دعوة. مش تيجي معانا أرض الميعاد؟ لا هقعد في بولاع. تقعدي فوق؟ يعني أنتِ عاملة الهيصة دي وراكبة مركب ومش شحتات ومش هتيجي أرض الميعاد يا بخيلة عشان بخلك؟ براحتك، براحتك، أنا زهقت خلاص. ايه ده؟ مش تفتح؟ قلب اتخطف يا باروخ. صباح الخير يا ماما. شالوم. شالوم؟ هيجي منين الشالوم وانت وسارة ومزراحي ورا ابني؟ يا غبي يا غبي يا غبي، كلكم عارفين ان ماما بتكرهكم، وهي طوب الارض بيكرهها، وانتوا وعدتوني ما تتكلموش معايا طول ما هي واقفة، ليه بتخلفوا؟ ومن امتى في يهودي بيوفي بوعده يا باروخ؟ عداك العيب ياض يا ليشع. بوكرتوف يا باروخ. بوكرتوف؟ تشربوا حاجة؟ تسلم يا ابو الكرم، أنا سارق من أمي 3 ساخ. طب بقول لكم إيه؟ أنا معايا كنزاية سايبها عشان لو أمي جات لها كومة السكر ألحقها بيها، تشربوها؟ هنشربها. يا سيدي مش عاوزين، مش عاوزين. اسمع، احنا هنكلمك في حاجة مهمة يا باروخ. طب ما تقولي باروخ على طول، لازم باروخ. بصوا يا جماعة، أنا موافق أعمل معاكم أي حاجة، بس على شرط بعد القعدة دي تروحوا كلكم تعملوا لحمية، إن أنا هرجع بصراحة. اسمعنا كويس يا باروخ، احنا جايين لك في موضوع مهم وعايزين نعرف موقفك. أنت هتشتغل في المخابرات الإسرائيلية.
بس هتاخد فلوس كتير ياما. قشطة قشطة، دمي هتفرح قوي. طب يلا بينا. على فين يا باروخ؟ روح للظابط اللي هيدخلني في المخابرات. وتروح له ليه يا بابا؟ ما هو قدامك اهو. انت لا، انا عايز ارمي نفسي في الطياره. تعالى هنا يا باروخ. اصل المفاجاه مفاجاه. بتتكلم بجد؟ انت الظابط؟ احنا حاطين عينينا عليك من وانت صغير قد كده اهو، وانت عندك 3 سنين. من وانا عندي 3 سنين؟ ايوه. طب ده انا كنت ما بفهمش لسه حاجه. اه انا افتكرت كان في ناس وانا بلعب في الحاره كانوا بيبقوا حواليا كده، وامي بتقول له ده بيخلي بالهم. انا عايز ارمي نفسي في البحر. تعالى ريح فيه. احنا زرعنا لك ظابط عشان يراقبك، علشان يتأكد من ولائك لدولتنا اللي عايزين نبنيها بقالنا سنين، دولة إسرائيل. طب ما تسيبوني أرمي نفسي فيها. إيه؟ تعالى يا ربي. أنت بتقولي كلام ليه؟ كلم عادي. ده البت دي مخابرات. البت دي مخابرات. أنا هرمي. لا 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 لا، مش دلوقتي، مش هرمي نفسي اما اتاكد منها. اما خلاص، ما كل الناس بقت مخابرات. يعني انتوا فاجئتوني، في حد تاني ولا انتوا اخر ناس ولا ايه الموضوع؟ اوامرك ادون ليشا. يا نهار اسود، دومي بقت عمي. دي مش الماما يا بارو. امال دي مين؟ المستند الاسرائيلي. بيني وبين، خلص على الماما من زمان. خلص على الماما من زمان؟ انت ماما؟ I am Braggadocio Shimon Sharon Netanyahu، قائد القوات الخاصة الخارجية في الموساد الإسرائيلي. سوري معلش، أنا آسف. يعني حضرتك راجل ذكر يعني؟ أيوة. طب مين كان بيردعني وأنا صغير؟ أنا اللي كنت بعمل كل حاجة يا حبيبي. إزاي؟ لو ردعت من حضرتك مع إني مش عارف كانت هتبقى إزاي دي؟ على الأقل صوتي كان تخن. أنت عارف إنه عنا أكثر الأجهزة الأمنية تقدما في العالم في التمويه والخداع والتنكر. إحنا عايزين نزرعك، نغرسك في مصر. احنا عايزينك تراقب واحد زي زلو علشان تدينا تقارير يومية عنه. فاهم يا باروخ؟ باروخ، سوري انا نسيت مكان البحر. هو بقى في، انا مش مظبوط، انا حاسس ان انا بحلم. حاضر يا فندم، انا جندي مجند تحت امر حضرتك. مين الراجل عايزين تراقبوه؟ صميغ الاسكندراني. مين صميغ الاسكندراني ده؟ المطرب يا باروخ. يا نهار اسوح، سمير الاسكندراني بتاع يا شقام الداري، داري الدموع داري، هو ده؟ ايوه، سمير الاسكندراني، داري العيون داري، عميل المخابرات المصريه. طب انتوا عايزين تراقبوه ليه يا فندم؟ هتديكوا له شريط؟ كلمه في التليفون هيفرح قوي. ننتج له ده ايه يا باروخ؟ بنقول لك راجل مهم في المخابرات المصريه من سنين. انت مش عايش معانا ولا ايه يا حبيبي؟ انا بجد هنط في البحر. انا رايح. لا انا مش مستوعب اللي بيحصل. لا 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 لا، بقى 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 هو الاستاذ سمير الاسكندراني بتاع مين اللي قال ان الزمان مالوش امان يا عيني. هو ده، هو ده باروخ بخبيخو. انت بطل. تحت امرك، تحت امرك يا ماما، قصدي يا ست الباشا. انا اسف. انا احنا ما بنهزرش يا باروخ. ولا انا بس من حق اتلخبط، من حقي. ما تقلقش، اسرائيل كلها وراك من سنين. اسرائيل محتاجاك يا باروخ. يلا يا بطل. حاضر، اسرائيل محتاجاك واسرائيل وراك. حاضر، ربنا يطمنكم. ممكن اطلب حاجه طلب اخير واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه؟ اتفضل. وانا بنزل البحر. وربنا ننزل البحر.
ممكن تولعلي؟ مين؟ ماما؟ الباشا عم المخابرات الإسرائيلية؟ وطي صوتك. حاضر حاضر. ودينا في داهية. أنا أصلا بحب حضرتك، أنت قدوتي، أنت قدوتي في الموساد الإسرائيلي. بس شد حيلك، إحنا وراك. أنا ليه الشرف يا فندم ساعتك تكون ورايا، وإن شاء الله شرف ساعتك في المخابرات العالمية. أوكي أوكي. طب السلام عليكم. السلام عليكم. جتك نيلة هتودينا في داهية. كل يوم اعمل كده، ولا حد بيسجل لي، ولا حد بيصورني، ولا حد حاسس بيا اصلا. الحاجه الوحيده اللي معلمهانيش ان انا افتح البتاع دي. تيت تيت العميل، تيت تيت العميل يتكلم. الساعة 12 وربع، واحدة ست تخينة جدا كانت ماسكة في ايديها عيل صغير، ارخم عيل شفته في حياتي، كانت مودية الحمام، وفي ايديها تلت مناديل ورقية، ومعاها بوك كانت حاطة فيه 65 قرش كانت هتدفعهم تاني يوم للجمعية للمحسن اللي في الشارع اللي وراها. شفتوا دقة المعلومات؟ شفتوا العميل بتاعكم وبتدفعوا لي 40 شيكل في الشهر ما بيكفوش كريم لشعري، زودوها شويه، في ناس بتاخد ميات ما بيهببوش حاجه. تيت توت توت العميل، توت توت العميل يتكلم. الساعه 11 الا 5 الاستاذ سمير الاسكندراني طلع مشط لبني من جيبه وسرح بيه السكسوكه بتاعته. الناحيه الشمال الضيقه بتاعت المشط كان فيها 4 سنون مكسوره، الناحيه اليمين كانت سليمه بنسبه 100%. شفتوا دقه معلومات العميل؟ زودوها 40 شيكل ما ياكلوش عيش، مش عارف اجيب كريم لشعري، وفي ناس بتاخد ميات وما بتهببش حاجه. توت توت تات تات العميل، تات تات العميل يتكلم. اول امبارح التلفزيون المصري ذاع نشر التسعة 3 مرات وما جابوش سيرة اسرائيل في ولا واحدة، وانا شايف ان ده تمويه بيحسسوكوا ان انتوا مش في دماغهم، وبعد كده ياكلوكوا علقة موت. شفتوا دقة المعلومات للعميل بتاعكم؟ بتدفعوا 40 شيكل في الشهر، فكوها شوية. تات هوف هوف سيخ، هوف هوف سيخ العميل يتكلم. الواد سوكا الرقاق اتخانق مع العنتابلي الطبال ووسطوني بينهم. العنتابلي هو اللي غلطان لانه ما يصحش ينسى السجاد في الميكروباص، وفي معلومه مهمه جدا، الاسطوانه بتاعت الدبرياش بتاعت الميكروباص بايظه، ودي خطر على الترومبا. شايفين دقه العميل؟ شايفين 40 شيكل ما ياكلوش يا ناس اي عيش حاف، زودوها شويه انا زهقت. هو ايه اللي توت وتات يا باروخ؟ ايه يا باروخ اللي انت بتعمله دوت يا باروخ؟ مش انتوا اللي قلتولي اقول كل المعلومات بمنتهى الدقه، اعمل ايه تاني؟ دقه ايه؟ ماشي ورا الست التخينه وتقول لي دقه؟ ما انا لازم امشي وراها. طلعت مين في الاخر؟ انا الست التخينه. ايوه وانا المناديل الورقيه. وربنا اللي نط من الشباك. تعالى هنا رايح فين؟ ايه بالروخ ده؟ طب انت عارف مين الرقاق والطبال؟ مين؟ انا وليشا. وانتوا مجنداني ولا جايبيني تشتغلوا عليا وتجننوني؟ انا هسيب الشغلانه دي. لا يا بالروخ، يا بالروخ انت اصلك غلطان، بتبعت لنا تقارير غلط بقالك سنين. بتشغلوني ليه؟ ما تفيدوني وتريحوني. ومالك انت باللي ياخد 100 شيكل واللي ياخد 200؟ ما سيب الناس تاكل عيش يا بالروخ. يعني هم ياكلوا عيش وانا اكل زلط؟ ما انا كمان عندي ظروف. خلاص
خلاص عملية باروخ انتهت. باروخ ركب الصاروخ. باروخ انا عامل لك مفاجأة. هتزودني 100 شيكل صح؟ لا اتفضل يا حظاظ. وقعت ومحدش سمع عليك يا باروخ. انا ما وقعتش لوحدي يا حضرة الضابط، البهوات هم اللي مجندني. احب اعرفك بالابطال، الابطال من المخابرات المصرية، العقيد يوسف شعبان، الرائد نادية الجندي. والمطلوب تتفضل معانا على البوكس. على فكرة يا حضرة الضابط، احنا ممكن نحلها ودي وابقى عميل مزدوج واشتغل معاكم، بس هتدوني كام؟ هندي لك 100 قفا. ما في ناس بتاخد 200 قفا وما بتعملش اي حاجه، فكوها بقى. هي ناقصه فشل جرجره على البوكس. فرصه سعيده يا حضرتك. اتفضل. فرصه سعيده. اتفضل يا اخوي. اوكي مساء الخير يا عم احمد. يلا يا عاطفي بسرعه شويه. البوكس. والراديو ناولني يا ابن الريموتات.